أعلن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عن توزيع 700 وحدة صناعية جديدة بالسالم وشدادية، وأضاف الروضان إلى أن هذا التوسع الصناعي سيعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة، كما سيوفر ما يقارب من 850 مليون دينار كإجمالي رأس مال مستثمر. وتوقع الروضان أن توفر الوحدات الصناعية الجديدة قرابة 2000 وظيفة للمواطنين، من بينها وظائف تخصصية في القطاع الصناعي.